بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم ناخذ المحاضرة الرابعة بالنيوتريشن، واحد ناخذ الفيرست ماكرو نيوتريانت اللي هو البروتين. فالبروتين نعتبر the first substance recognized to be a vital primary component to the human tissue. فأهميته في بناء التشو تجعل البرايمري كومبوننت. It is a complex of nitrogenous compound made up of 20 different amino acids and peptide linkages. إذا يتكون من amino acid. أنواع هذه الأمينو أسيد وجدوا أنه أكو about 20 أمينو أسيد اللي نحتاجها في بناء أجسامنا. الرابطة بيناتها اللينك يسموها البيبتايد لينك. Classification of proteins، عندنا ما نسميه simple proteins يشمل الألبومين والجلوبيولين and other proteins اللي تتكون فقط من هذه الأمينو أسيدز والبيبتايد لينك، فنسميها simple. Two conjugated proteins اللي هي تشمل بروتين زائدا other compounds. فإذا ارتبطت مع النيوكليك أسيد نسميه nucleoproteins like RNA والDNA اللي تحفظ genetic information of a human. إذا ارتبطت ويا البوليسكرايدز يسموا ميوكوبروتينز أو غلايكوبروتينز like الميوسين. إذا ارتبطت مع الليبيد ينتج اللايبوبروتين، فينتج لنا مثلا تريجليسرايد، كوليسترول، very low density lipoprotein, low density and high density lipoproteins. الفوسفوبروتينز إذا ارتبطت مع الفوسفوريك أسيد like the milk casein and the egg yolk. ميتالوبروتينز إذا ارتبطت مع metal like الفيريتين، فيرتبط البروتين مع الايون او مع الكوبر مثلا ارتباطه، او مع الزنك التاج تو بروتين. There are many functions او many complicated functions of the proteins. نستفاد منه بالانابوليك بروسيس، وهي قلنا هذه البيزك فانكشن اوف ذا بروتين، انه نستخدمه ان بيلد اب اند مينتين بودي تيشوز. تو انرجي سورس يعتبر يعني كستور للانرجي في حال نقص الكربوهيدرات والفات في supply of the energy. 3 structural role by formation of hemoglobin, enzymes, hormones and various body secretions اللي هي important in metabolic anabolic processes and others. 4 function in immune system by producing the antibodies اللي هي ايضا proteins. Transportations of triglyceride, cholesterol, phospholipid, fat soluble vitamins and drugs. كل هذه المواد المتالز transportation راح يكون بواسطة proteins. Homeostasis فتحافظ على توازن الجسم، فتحافظ على normal osmotic pressure
among body fluids by decrease of protein may lead to edema. Also تحافظ أيضا على homeostasis by maintenance of appropriate pH of the blood. وأيضا فائدة أيضا في detoxification in the liver for food, toxins or drugs. Types of proteins in the body or tissue proteins. عندنا structural protein مثل collagen and connective tissue. To contractile مثل myosin وجوده بالمصل. الانتيبوديز اللي هي الاميون سيستم immunoglobulins. Blood protein الالبومين فايبرونجين الهيموغلوبين هرمونز انسولين ثايوكسين انزيمز مثل اللايبيز والبيبسين and many many other enzymes كل الانزيمز اللي موجودة بال يعني نحتاجها هي اما انزيمز او كو انزيمز هي غالبا بروتينز. الكومبوننت قلنا of the protein يتكون من امينو اسيدز. فالامينو اسيد كلاسيفيكيشن وقلنا عندنا 20 about 20 امينو اسيدز. ذن الامينو اسيدز ممكن ان نقسمهن الى essential امينو اسيدز او المور ريسنت نيم. الاسينشال هي نفسها indispensable امينو اسيدز. واحنا الاسينشال مثل ما اخذنا بمحاضرات سابقه زين اللي نحتاج ان ناخذها مع الفود زين وما ممكن يعني ونقصها بالفود راح يؤدي الى نقص بالجسم الى deficiency state زين وتؤدي الى disease. اما النون essential فهذه معناها انه اذا ما ناخذها ويا الفود ما راح تسوي deficiency state. ليش؟ لانه الجسم قد يمكن انه ينتج جزء كبير من عدها فنحتاج اما نحتاج الى كمية قليلة او ما نحتاج. فاذا essential amino acids او نفسها indispensable amino acids و non essential اللي هي dispensable amino acid which can be synthesized in the body from essential amino acids. Example glutamate, glutamine, alanine and aspartate. فإذا المهم اللي احنا نحتاجه هي essential لأنه الجسم يحتاج أن ياخذها من الفود. Example الهستيدين deficiency يعني إذا ما أخذنا الهستيدين amino acids. وأكو conditionally indispensable زين يعني معناها conditionally essential can be indispensable under certain clinical conditions. Example premature infants. Example of these conditionally indispensable amino acid التاورين السيستين and sometimes tyrosine. Arginine may become essential in malnourished septic conditions or recovery from injury or surgery. هذه الجدول يبين ال indispensable, ال dispensable وال conditionally indispensable. فنشوف انه about 7 او 8 indispensable amino acid. الهستيدين, ايزوليوسين, ليوسين, لايسين, ميثيونين, فينايل الانين, ثريونين, تريبتوفان, and فالين. هذه ال indispensable.
الكونديشنالي انديسبنسبل ارجينين قلنا هذه نحتاجها بالسبتك كونديشن زين سيستين جلوتامين جلايسين اند فولين. البروتين حسب وجوده بالفود فهنا نقسم الفود اكو نسميه كومبليت بروتين فود، يعني هذه الفود اللي تعطينا جميع الاسينشال. احنا قلنا المهم ان نحصله بالفود هو الاسينشال او الاندسبنسبل امينو اسيد. فاذا الفود اللي يعطينا كل الاندسبنسبل امينو اسيد نسميه الكومبليت بروتين فود which contain all the nine essential amino acids. It is insufficient quantities and ratio for the body needs. فنحصله insufficient amount. فغالبا ال animal source of protein راح يكون essential أو complete protein food. من الـ plant food فقط عندنا يعني للمعلومة الصويا بين products زين أكو إنتاج لصويا بين milk أكو هو الصويا بين flour زين. الصويا بين يعتبر كومبليت بروتين فود من ضمن البلانت فود. الانكومبليت بروتين فود غالبا البلانت فود عدا الصويا بين غالبا هو يكون ديفيشنت ان 1 اور 2 اسينشال امينو اسيد فلذلك يعتبر انكومبليت بروتين فود. ف من المصادر المهمة هي للبروتين البلانت لكنه نعتبر incomplete مثل السيرلز اللاجيومز زين البقوليات السيدز when take alone they are deficient but when they are لكن من نجمع أكثر من نوعية من البلانت فود ممكن أن ننشئ complete protein food زين مو ناخذ نوع واحد ونعتبر انه كومبليت بروتين فود. زين نجي لموضوع النيتروجينوس بالانس. Because the protein are the only nutrient that contain nitrogen there has been a strong relationship between nitrogen input او البروتين انتيك and the output فإذا النيتروجين انتيك should be equal the nitrogen output والنيتروجين بالانس زين راح يكون حسب ال input ناقصا ال output. ال output يعني مجموع ما يفقد الجسم من نيتروجين من خلال اليورين الفيسز والسويت زين. فاللي يفقده باليورين والفيسز البعض يسميه السنسبل اوتبوت اللي نقدر احنا لكن اللي يفقده من خلال السويت اما انه من خلال التعرق المباشر او يعني الايفابوريشن بحيث او حتى التنفس البعض يعتبر فد مصدر زين. فالمهم لازم اذا كان الانتيك ماينص الاوتبوت ايكوال زيرو احنا وصلنا للنيتروجين بالانس. النيتروجين بالانس يعني بالنيتروجين بالانس لازم زيرو اذا كان النتيجة بوزيتيف فالنيتروجين بالانس راح يكون ان بوزيتيف ستيت معناها الانبوت
ماينص الاوتبوت يعني يكون بوزيتيف. اذا كان بالنيجاتيف يعني معناها الانبوت اقل من الاوتبوت، فاحنا هنا بحالة نيجاتيف نيتروجين بالانس. In normal adult, the nitrogen is in equilibrium with loses just balanced by intake. فمعناها ال input equal the output. ال positive nitrogen balance شنو الحالات اللي نلقى ال nitrogen balance in positive state؟ راح نلقيها في حالات الجروث، فنلقيها during infancy, during childhood, pregnancy, and those during convalescence period. يعني احنا بدي فهذه الحالات بالجروث الانابوليزم ال building of tissue more، يحتاج انه الجسم ياخذ more protein from the food، والحاجته الى راح تكون اكثر من الاكسكريشن. زين، فنشوفها بهذه الحالات بحالات الجروث. نشوفها ايضا عاده الديزيز الكتابوليزم راح تزيد، لكنه بالكونفاليسنس بحالة النقاهة راح يرجع الجسم يبني نفسه، فأيضا راح يكون بعد المرض يكون أيضا ان بوزيتيف نيتروجين بالانس. نيجاتيف نيتروجين بالانس كان ريزلت ذا فولوينج. قلنا النيجاتيف غالبا يصير بالكاتابوليك ستيت بحالة الدستركشن اوف تيشوز، destruction of a protein اللي يصير بهذه الحالات بالانجريز، بالميجر توما، بالفيفر، بالالنس، because of increased catabolism of the body protein stores. الفاكتورز that affecting nitrogen balance، there are many factors include the growth state، فلذلك انه قلنا positive in children and negative in elderly، اللي بالelderly يكون الكتابوليزم more than anabolism. الهرمونز، فالgrowth هرمون باعتبار انه stimulate the growth، الانسولين ايضا، الميل سكس هرمون، وهذه الهرمونات اكثر بالchildhood بالadolescence، فيحفز ان البوزيتيف نيتروجين بالانس. انجري اند سيتنس اوبريشن، في حاله الاوبريشن بحاله الانفكشن قلنا هنا يصير ديستركشن اوف تيشو فنيجاتيف نيتروجين بالانس. فيزيكال اكسرسايزز، في هذه الحالات شافوا بالاوردينري اكسرسايز نوت افكت the nitrogen balance well، but in athletic individual and with a prolonged exercise lead to gain in weight due to muscular hypertrophy. فتعتبر يعني كأنما فد anabolic state للمصل، فيكون positive hydrogen. الاج أخذنا أنه بالchildhood positive in children negative in elderly. الدايت فاكتور، إن حالة malnutrition lead to negative nitrogen balance باعتبار أنه الأوتبوت قليل، وبالعكس بالover intake يؤدي إلى positive باعتبار أنه الانبوت قصدي الدايت هو راح يكون الانبوت، فبالمانيوتيشن الانبوت قليل فالانبوت ماينس الاوتبوت راح يكون نيجاتيف. ان اوفر انتيك البوزيتيف يؤدي او البروتين اللي ناخذه بالانتيك اكثر فيؤدي الى بوزيتيف نيتروجين بالانس.
diseases in tissue breakdown lead to negative nitrogen balance. Ascites lead to negative nitrogen balance. أخذنا المانيوتريشن بالمحاضرة السابقة. زين هنا لو انتيك فأكيد نيجاتيف نيتروجين بالانس. الريكومندد بروتين انتيك ايش قد المسموح به ديلي حسب الفود بيراميد اللي اخذنا فكرة عنه. المطلوب غالبا انه يكون كمية البروتين من التوتال فود او التوتال انرجي ان ناخذها تكون 15 about 15 to 20% of the total energy. هذه for the adult male and female should be in form of essential amino acid. هذه البروتين اللي ناخذه يعني المفروض ان يحتوي على الكومبليت امينو اسيد اما من الانيمال سورس او ميكستشر from the plant food. فممكن انه نعتبر complete in the essential amino acid. زين شافوا هذه بالادلت احنا حاجتنا about 8 0.8 جرام لكل كيلوغرام. زين فايش قد مثلا اللي وزنه 60 كي جي ايش قد يحتاج من البروتين؟ لازم يكون نضرب 0.8 في ال 60 اذا كان وزنه 60 فتطلع الكميه بالجرامز كم جرام نحتاج من البروتين. زين for children it require 35% of total energy requirement in form of essential amino acid. هذه يعني الكمية الكبيرة يحتاجها خصوصا في حالة يعني بداية حياته خصوصا أول نص شهر من عمره اللي يكون يعني الفاستر تقريبا growth rate for infant فيحتاج أكثر كمية أنه 2.2 جرام أو بعض الكتب 2.5 جرام لكل كي جي. من بعد هذا العمر راح يبدي يقل تدريجيا it decreases with increasing of age till the age of 14 years. زين يعني خصوصا أول 5 سنين من العمر الأندر 5 غالبا يحتاجون more protein ويكون الجروث مالتهم more than other. زين وإلى أن يصل إلى عمر الأدوليسنس. For 15 to 18 الأدوليسنس أيضا هذه البيريود إذا نقارنها بال adult life تكون يعني تحتاج إلى more protein than the other than the adulthood period. فإذا 15 إلى 18 يحتاج 0.9 جرام لكل كي جي بينما قلنا إحنا بالأدلت يحتاج 0.8 جرام لكل كي جي. Plant source of protein قلنا حتى يكون complete must be combined to ensure complementarity. زين حتى نحصل على ال complete protein food. To calculate your recommended intake of protein multiply your weight by حسب ال period بال adulthood by 0.8 جرام بير كي جي فنحصل على الكمية بالجرامز اوف بروتين. ال RDA هي الريكومندد دايلي الاونس.
اكزامبل شخص وزنه 63.5 نضربها في ال 0. طبعا هذا ادلت في 0.8 جرام بير كي جي، راح تكون النتيجة 50.8 جرام بروتين. الفود بيراميد احنا ماخذينه سابقا، فنشوف انه مصادر البروتين راح نلقيها بالانيمال فود، راح نلقيها مع يعني الاذر بلانت فود، لكن less quantity of protein. زين، except in vegetarian، اكو الاشخاص اللي يعتمدون على ال البلانت في الحصول على البروتين. effect of high protein diet. زين، الاشخاص اللي ياخذون هاي بروتين دايت it increase deamination by the liver. هنا الليفر راح يستخدم يعني ينتج الانرجي from the protein by the process of deamination by the gluconeogenesis. It lead to increase keto acids أو الكيتوسيس. The increased urea is excreted by the normal kidney. يعني هذه إذا كانت بالallowed amount. So it should be not more than twice the recommended daily allowance. A recommended daily allowance هذه جداول. زين، شافوا الكميات المسموحة للإنسان في أخذها. فإذا الشخص ياخذ ضعف كمية الـ RDA من البروتين it produce rapid weight loss by stimulating fluid loss from the body، باعتبار احنا قلنا على تأثر على osmotic pressure which is dangerous more harm than good. يعني اكو ياخذون الهاي بروتين دايت ان يعني كنوع من الدايت اللي يقلل الوزن. هو صحيح يقلله، لكن يقلله بهذه الميكانيزم انه يؤدي الى افراغ الجسم من ال water او يسحب ال فان سم كيسز excess protein intake increase the risk of ill health and it can worse the symptoms of liver and kidney diseases and it also may lead to osteoporosis increase calcium excretion. And thank you for your fine listening. وأرجو أن نتواصل إذا كان عندكم أسئلة. بقية الماكرونيوترينت إن شاء الله نأخذها بالمحاضرات القادمة.